الإعلام الجزائري على الكف بسبب وجود رياض محرز في قائمة التلاتة وعدم فوزه بجائزة أفضل لعيب في أفريقيا. لا مذنب يعني إذا كان الإعلام هو مذنب؟ أه طبعا ليه بتهاجم يعني؟ يعني هل لو محمد صلاح، وعلى فكرة لو الإعلام المصري، على فكرة أنا كنت بقول محمد صلاح من وجهة نظري أنا هو يستحق، عشان يستحق أحسن لاعب في أفريقيا، مش يعني عشان الإبداع بتاعه وعشان قدراته المهارية والإبداعية، وده فرد. وأنا دايما بقول الفريق يعني بلاش البطولة، اللاعب الفرد مش هو اللي بيجيب البطولة، اللي بيجيبها هو الفريق، إنما دور اللعيب بيبقى مؤثر، فهو دوره على أي حال هو مؤثر مع ليفربول، إنما هو لاعب مبدع بيخليك تقول الله إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده، إيه الأهداف دي، ايه الترقيص ده للمدافعين وهكذا. رياض رغم الثلاثية ما يبقاش موجود لانه مش اساسي، ولانه ما كانش ليه في معظم المباريات اللي فيها الثلاثية ما كانش بيلعب وقت كبير، وعلى فكرة دي كانت من المشاكل اللي بينه وبين جوارديولا، وعلى فكرة مرة اخيرة بقى عشان كده سابوه. طيب استاذ فتحي، هو طبعا احنا كمصريين بندافع عن صلاح في اي وضع كان، ويعني بنتشدد في الدفاع عن محمد صلاح، لكن محدش هاجم لانه الكسبان ده واخد دوري ايطالي اسطوري من ايام مارادونا. انا بتكلم ومن حق طبعا الاعلام الجزائري ان يدعم رياض محرز وانه يسنده وانه يطالب والى اخره، ده امر حقا مشروع، والحته الانسانيه بتبقى موجوده عند كل واحد فينا انه يدافع عن ابن بلده. انما مساله الهجوم غلط، ولكن هذا الغلط بكل اسف يعني اصبح دلوقتي مين ما بيهاجمش حد افريقي؟ مين ما بيقطعش في الاتحاد الافريقي؟ الاتحاد الافريقي النهارده في اسوء حالاته فبيتقطع من الكل. انما من حيث المبدا دافع عن ابن بلدك، لكن من غير ما تهاجم او تخش بشكل يعني غير لائق من الناحيه الادبيه. عايز اقول لك بس ان في جمهور، يعني كنت بتكلم على صلاح وكتبت مقاله على البهجه بتاعت صلاح، وناس على من القراء اللي قروا المقاله اللي انا كاتبها قالوا لي لا مش هياخد هو الجايزه، اللي هياخدها اسمي. وانا بصراحة احترمت جدا ده وقلت برافو ان في شباب متابع وعارف وعنده معاييره وعنده كذا، مش شرط المحللين والنقاد يبقى رايهم صح 100% يعني. طيب اخر حاجة في موضوع الجائزة، فوز ياسين بونو بلقب افضل حارس في افريقيا وعدم تواجده في التشكيل المثالي رغم انه الجهتين مختلفتين، يعني اللي بيختار هنا غير اللي بيختار هنا، لكن هل ده لائق في الاستفتاءات؟ كوميديا يعني ايه؟ واحد رقم واحد احسن واحد حراس المرمى مبقاش في التشكيل الامثل لافريقيا، يعني ايه؟ يعني ايه يعني؟ هي يعني توزيع، على فكره مساله الجوائز عموما يعني انا مش عاجباني لانها معاييرها مش واضحه، دي حاجه، وكمان في جهل. كانت لغايه سنه 95 كان الكاف بيقول احسن لاعب في افريقيا وكلهم بيلعبوا بره افريقيا، لغايه ما يعني اتعملت بقت احسن لاعب افريقي. ايه الرؤيه دي؟ افريقيا هي افريقيا دي الناس ما بيلعبوش في افريقيا. طيب يعقل يا استاذ فتحي انه يكون افضل حارس مش في التشكيل المثالي؟ لا يعقل. وده اكبر دليل على انه بعض الترشيحات او بعض الاستفتاءات بتجري بشكل بلبوطي، اي بشكل غير منطقي، ولا تقطع المعايير، وانما تقطع زي ما قال حسن مسألة توازنات. ودي اكبر حاجة بتضايق، ان انت تلاقي نفسك هرقع دي وحط دي ولبس ده 100%، ده غلط 100%. فطبعا بونو فعلا يعني يعني حارس عملاق وما ينفعش يعني الحارس الاساسي او الاختيار الاول يبقى هو الاول على طول. يعني هجوم الاعلام الجزائري
على الكاف بسبب وجود عدم عدم وجود رياض محرز في قائمة التلاتة وعدم فوزه بجائزة أفضل لعيب في أفريقيا. لا مذنب يعني إذا كان الإعلام هو مذنب؟ أه طبعا ليه بتهاجم يعني؟ يعني هل لو محمد صلاح، وعلى فكرة لو الإعلام المصري على فكرة أنا كنت بقول محمد صلاح من وجهة نظري أنا هو يستحق، عشان يستحق أحسن لاعب في أفريقيا، مش يعني عشان الإبداع بتاعه وعشان قدراته المهارية والإبداعية، وده فرد. وأنا دايما بقول الفريق يعني بلاش البطولة، اللاعب الفرد مش هو اللي بيجيب البطولة، اللي بيجيبها هو الفريق، انما دور اللعيب بيبقى مؤثر. فهو دوره على اي حال هو مؤثر مع ليفربول، انما هو لاعب مبدع بيخليك تقول الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الاهداف دي، ايه الترقيص ده للمدافعين وهكذا. رياض رغم الثلاثيه ما يبقاش موجود لانه مش اساسي، ولانه ما كانش ليه في معظم المباريات اللي فيها الثلاثيه ما كانش بيلعب وقت كبير. وعلى فكره دي كانت من المشاكل اللي بينه وبين جوارديولا، وعلى فكره مره اخيره بقى عشان كده سابوه. طيب استاذ فتحي، هو طبعا احنا كمصريين بندافع عن صلاح في اي وضع كان، ويعني بنتشدد في الدفاع عن محمد صلاح، لكن محدش هاجم لانه الكسبان ده واخد دوري ايطالي اسطوري. السلام عليكم خوتي، هانتو ما شفتو وكيف ما تتسمعوا، المصريين باقي هما هذا راه صحفي قديم هاد الجوجادو، دوك عواجيز الفرح اللي تيقولوا لهم هما عواجيز الفرح. تيلا بغاو يكونوا منطقيين مع محرز خدموا المنطق وخدموا العقل، ولكن مع صلاح لا، حتى حاجه ما تتخدم. اللي يكون هاد الجائزه اللي دابونو داها شي حارس مصري، ليكونوا لا كل شيء والكاف مزيان والكاف زوين والكاف تيدير هي الصح وتيدير هي المعقول، راه هادو هما اللي كانوا ايامات وروارا وديك ديك العصابه القديمه، هما هادو وكان كل شيء ديك الساعه منطقي وزوين حيت كانوا هما تيتحكموا في الامور. دروك لا، الكاف ما بقاش تيعجبهم حيت ما بقاوش مؤثرين فيه، ما بقاوش عندهم تاثير فيه. ياك سمعتوا الصحافه نتاعت هكا وهكا، انتم ما تسمع سمعتي كي قال لها، سمعتي كي قال لها، قال لك هذه الجائزه اصلا اللي خداها هو ما خصوش يكون فيها نهائيا، اللي خداها اصلا هو راه خداها. ورجعوا مارشارير وفكروا في ايامكم واش كنتوا تديروا وكيفاش كنتوا تتعارضوا وكيفاش كنتوا تدخلوا في الكاف، ودروكا ما باقيش في يديكم غير الهضره، نتوما هو عواجيز الفرح، يعني تجلسوا وتجلسوا تتندبوا، هذا هو كبيركم، وتجلسوا تتندبوا بحال هكا وصافي. ملي خدا شي حاجه راه خداها، ومحرز ما عنده ما ياخذ لا هو ولا الاخر.